خير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة معكم المدربة لوسين. واليوم بدنا نرحب بصديقتنا زمان ما شفناها أيوم. Good morning. Welcome back. روان صباح الخير. صباح النور. ونهاد صباح الخير. نهاد، اليوم رح نعمل تمارين توازن. التوازن بتعتمد على عضلات المعدة والظهر، وبنفس الوقت بتقوي الرجلين. فإذا إحنا معدتنا مش مشدودة وما منركز فما رح نتوازن. اليوم رح نوقع كتير ويمكن انتوا توقعوا كتير، بس ما تخافوا ما في اذى. رح نوقف على رجل واحدة، رح نحاول نوقف على ايدينا. حتى لو ما قدرنا نوقف على ايدينا في اختيارات اسهل. اهم اشي انه نتطلع على نقطة معينة على الارض ونضل مركزين فيها ونحاول نسمع. مو ضروري انه تضلوا تطلعوا علينا كتير اذا انتوا مركزين، عشان التركيز انه انتوا تضلوا تطلعوا على نفس هاي النقطة، ما تزيحوا عينكم عنها حتى لو حسيتوا حالكم بدكم توقعوا. بلش نتوازن. ميوزك بليز. يزيد معدي جوا، نفس شهيق من الانف، زفير من الانف. رح نمل رجلنا اليمين فوق، اصابع رجلينا لتحت. رح نمسك الركبه بس نحاول انه ما نضغط على الركبه كتير. شوي شوي بدنا نفتح ايدنا الشمال لبرا. نحاول نتوازن أكثر. كتافنا مرتاحين، ظهرنا مرفوع. شوي شوي بدنا نفرد رجلنا اليمين ونرفع إيدنا الشمال وإيدنا اليمين، ونلف جسمنا لعند السقف. نشد إيدينا لفوق قد ما بنقدر، معدة جوا. جود. هلا بدنا ننزل إيدنا الشمال لتحت. نظرنا ثابت، كل ما نزلنا أكثر كل ما حرقنا وشدينا المعدة والرجلين أكثر. شوي شوي بدنا نطلع. Good. هلا رجلنا على الأرض، المفروض إنها بلشت تشد. معدة جوا، نطلع بالرجل الثانية. خلي أصابع رجلينا يقشروا على الأرض، نرفع ظهرنا لفوق. شوي شوي بدنا نفتح ايدنا اليمين. نشد على المعدة قد ما بنقدر، نفتح. هذا البوز بالبالانس اسمه نجمة ستار. نشد على ايدينا لفوق، نشد رجلنا، ننزل ايدنا شوي شوي. تركيز. معدة جوا، مركزين عشان ما نوقع. شوي شوي ايدنا اليمين رح تطلع، رجلنا الشمال رح تنزل. هلا دانسر بوز. رجلنا اليمين بدنا نمسك الاصبع الرجل الكبير من جوا، ايدنا الشمال فوق. كل ما نزلنا اكثر طبعا كل ما قوينا عضلات الظهر وكل ما عملنا شد لعضلات الورك. جود. تحت نبدل. خلي ركبنا على نفس المستوى. كل ما نزلنا اكثر خلي وركنا مواجهه للارض. نحاول نرفع أكثر عشان نشد عضلات الظهر. برافو. هلا رح نعمل توازن، رح نوقف على ايدينا. بيرد بوز. فبدي ننزل على الأرض لو سمحتوا. كوعنا جوا، ايدينا على الأرض. بدي توازن، معدي جوا. رح نرفع رجل واحدة، مو ضروري نرفع الثانية، إذا بنقدر نرفع الثانية جو أهيد نعملها، إذا ما بنقدر نرفع بس رجل واحدة. شوي شوي بدنا نرفع الثانية. ننزل نطلع لفوق، يمين ورا الشمال. رح ابدا بالاوبشن السهل، يمين تحت الشمال
نشبك ايدينا مع بعض، ننزل بكونة، ننزل بدقنا معها. إذا بدنا أصعب شوي، بدي إياكم لو سمحتوا ترفعوا أصابع رجليكم لفوق. نشد على كتافنا، نفس، عم نتوازن لأنه إحنا مركزين ولأنه المعدة جوا ولأنه ظهرنا مرفوع. نحاول ما نفكر إلا بس بالتمرين هذا. هلأ بدنا نرفع إيدنا اليمين، بس هون نوقف. الركبة الشمال بدها تنزل شوي لتحت عشان ما نأذيها، رح ترخي معدة جوا. يا إما منضل هون يا إما مننزل أكتر لتحت. كل ما نزلنا لتحت كل ما توازننا أكتر، كل ما حرقنا أكتر. نطلع شوي شوي. جود. رجلي الثانية. هلأ بدي إيد الشمال بليز تحت اليمين. رح نلاحظ إنه كل ما وقفنا أكتر على رجل واحدة كل ما صارت رجلنا على الأرض تحرق. نزل كتافنا، نزل دقنا. إذا مو متوازنين بنقدر نلمس الأرض بإصبع رجلنا أو نخلي رجلنا فوق. برافو. هلا رح ننزل بس شوي صغيرة. نقدر نلعب الجيتار واحنا شغالين فيها. نرفع لفوق، نشد ايدينا اكثر. يا منضلنا هون يا اما بننزل لتحت. جاهزين صبايا؟ ننزل. نرخي الركبة اليمين علشان ما نأذيها. نطلع رجلنا اليمين ورا، ننعود لتحت، ايدينا فوق نشدهم. هذا البوز صعب لانه كل ما نزلنا ورفعنا ايدينا كان صعب. حاول نعمل طيارة ايربلين. بدل ايدينا فوق ننزل لتحت شوي شوي. نظرنا على الارض، دقنا لجوا، ظهرنا ممطوط. كمان مرة نبدل يمين وننزل لتحت. نفس الرجل same leg three pose. طبعا هذا سهل، الأصعب شوي إنه نرفعها على بطة الرجل، الأصعب أكثر إنه نرفعها فوق الركبة. برافو. بدل ننزل لتحت، نرفع إيدينا لفوق، نشغل عضلات الظهر وبنفس الوقت عضلات الرجلين عم تشتغل. نرجع شوي شوي لورا، حاول نفكر إنه بدنا نطول قد ما بنقدر. إحنا بنختار الأوبشن اللي بريحنا. نفس، تركيز، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. اليمين ورا كمان مرة، ننزل لتحت، نشد. فلاي. طبعا انا عم بدلكم على الخيارات، مو ضروري تختاروا زيي، ممكن تختاروا فوق الركبة، ممكن تختاروا على الارض مثلا، اللي بريحكم. اخر جولة تري. بدل ننزل، شد ايدينا لفوق. هاي التمارين عم تعمل على تقوية الرجلين والظهر. نعم. فلاي. يا اما فوق الركبة يا اما تحت الركبة، نشد على عضلات الكتاف، نرفع ظهرنا لفوق. جود. بننزل كمان مرة بيربوز، ايدينا على الارض،
وزننا لقدام، يا اما بنرفع رجل يا اما بنرفع التنتين. جود جوب صبايا. وقف. هلا رح نعمل كمان تمرين توازن. ضايلنا واحد. تسكر رجلينا بليز. نرفع ظهرنا لفوق. نرخي ركبنا لتحت. طبعا الصبايا اليوم الصبح بيقولوا لي هاي الغنيه هي غنيتهم المفضله. فانجوي صبايا. رح نرفع ايدنا اليمين لهون. ناخذ وركنا هيك. ايدنا اليمين على نفس مستوى الكتف. Good. عم نشغل الخصر مع المعدة. نبدل. Good. كل ما ملنا اكتر عم نحس في الخصر. حاول نوصل اكتر. Good. شد. نرفع بظهرنا. ننزل ايدنا على اصابع رجلينا. نطلع لفوق. ننزل كمان مره. اصابع رجلينا. ننزل. Good. تمرين توازن. اجرنا اليمين قدام، ايدينا فوق. كل ما رفعنا رجلنا اكثر كل ما شغلنا العضله الرباعيه اللي هي هاي. على السايد. نرخي كتافنا ونطلع كمان. لورا. ايدينا قدام هالمره وراسنا بين ايدينا. جود. بدل. نرفع ايدينا اعلى ما عنا. رجلنا لقدام ممدوده. كل ما رفعنا رجلنا كل ما شغلنا العضله الرباعيه اكثر. ناخذها على الجنب. Good. نرجع شوي. راسنا بين ايدينا. نمط جسمنا قد ما بنقدر. Good. ننزل على اصابع رجلينا. نطلع لفوق. Three pose again. يمين. نختار الاختيار اللي بريحنا. هلا بدي ايدكم للشمال فوق واليمين على الجنب. رح نعمل حرف سي. نحاول نميل قد ما بنقدر على الجنب. بدل. طبعا رح اغير الاوبشن. اذا بدكم تضلوا هيك بصير. ايدنا الشمال على الجنب اليمين فوق. بدنا نميل ونعمل حرف سي. تقدر تاخذوا هذا الخيار. Good. ناخذ نفس. زفير. ان شاء الله تكونوا اليوم استمتعتوا بالتمارين، قدرتوا تتوازنوا قد ما بتقدروا. حتى التمرين اللي على الارض اللي وقفنا فيه على ايدينا مو بالضروره انه نظبطه من اول مره، مره على مره بنتعود ان شاء الله. ان شاء الله بنشوفكم حلقات ثانيه افكار جديده. ثانك يو صبايا، يعطيكم العافيه. باي باي.